يحل عيد الأضحى على أهالي غزة بالتزامن مع استمرار العدوان الصهيوني بالقطاع، والذي راح ضحيته أكثر من 36 ألف شهيد، حيث استبدل سكان غزة عبارات التهاني بعبارات التعازي والمواساة بعدما تشتتت العائلات وتيتم الأبناء وترملت النساء. أنا عايزين احنا والدمار، أنا عايزين احنا والركاب، أنا عايزين احنا والزواحف. أطفال جايين عني، لا عنا بلو، لا عنا زميرة، لا عنا بكلة، زي هالجد ببقى نماتهم 50 شيكل تجيب للواحد بكرة. لا واحد فيهم لابس صندل، لا واحد فيهم لابس زنوبة. لا يوجد أي شيء من أجواء العيد، لا يوجد أي تحضيرات، لأنه الإمكانيات باتت غائبة ومش متاحة عنا للأسف. زي ما أنت شايف إحنا في هذه الأوقات البيت بقى عنا مزين، الشارع مزين، الإنارة على الأبواب. للأسف إحنا اليوم ما فيش بيت أصلاً، ما فيش مكان نزينه، ما فيش طبيعة أجواء عيد. مزارع المواشي تحولت إلى أماكن لنصب خيام النازحين، وطوابير انتظار الخبز تمتلئ على آخرها، والخوف من استهداف مفاجئ يخطف الفرحة من قلوب الفلسطينيين. فرغم محاولاتهم إحياء شعائر الله، إلا أن مظاهر الحداد تبدو واضحة عليهم. في 8 شهور المعبر مسكر، ما مرقش ولا أي نوع مواشي، عجول، أبقار، أغنام، ماعز. خلافاً إلى ذلك ما مرقش أعلاف للمواشي الموجودة. طبعاً الوضع بالنسبة للسنة هذه سيء جداً مقارنة بالأعوام السابقة. أجواء العيد لا يوجد أجواء عيد، لا من ناحية لو استعدادات الناس لشراء الأضاحي ولا شراء ملابس ومستلزمات العيد، لأنه باختصار شديد أنا مثلاً بحكي معك قاعد حين عايش في خيمة، يعني عايشين في خيام على الطرقات. غيب العدوان المستمر على غزة مظاهر محببة لدى أهالي القطاع، وسط حرب مريرة اغتالت فرحتهم بالعيد، ودمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، وتشتتت آلاف العائلات.